يقول السائل: إذا كنت قد جمعت الصلاة جمع تقديم وبدأت بالطواف بطواف العمرة ثم السعي، أثناء السعي أقيمت الصلاة التي جمعتها سابقا، فهل أكمل السعي أو يلزمني أن أصلي مع الناس؟ صليت يا أخي، صليت وأكمل السعي وأنت مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمعت يجوز لك الجمع لأنك مسافر، ولا تكرر الصلاة مرة ثانية، أكمل سعيك. نعم.